الله الرحمن الرحيم. زملائي وأصدقائي الأعزاء، حضرات السيدات والسادة، أيها الحضور الكريم، يسعدني أن أتحدث أمامكم اليوم بمناسبة افتتاح المؤتمر 190 للهيئة التنفيذية الليبرالية الدولية في لبنان. وحين أقول لبنان فهو يعني للكثير كمغربي، إنه يعني أواصر تاريخية مع بلاد ضاربة جذورها في التاريخ. فمنذ عشرات القرون قطع أجدادكم الفينيقيون سادة البحر والتجارة، قطعوا البحر المتوسط من شرقه إلى غربه، واجتازوا المضيق الذي يسمى مضيق جبل طارق ليدخلوا المحيط الأطلسي ولينشئوا مراكز تجارية على شواطئ البحرين. وحين نقول التجارة فنحن لا نعني فقط تبادل البضائع، بل تبادل الثقافات والمهارات. إن أثار الفينيقيين أجداد اللبنانيين ما زالت ماثلة شاهدة على عظمة الحضارة والمهارة في بلدان المتوسط، مركز العالم القديم ومهد الأديان السماوية والحضارات. لبنان وبلادي المغرب تجمعهما حضرات السيدات والسادة قواسم مشتركة في العصر الحديث. لبنان والمغرب بلدان منفتحان على العالم. لبنان والمغرب كل منهما واحد ومتعدد، واحد بكيانه الوطني وهويته الوطنية الجامعة، ومتعدد بروافده وتلوناته. ما قبل لبنان ولا المغرب وحدة قصرية مفروضة قامعة لتعدد الهويات الخاصة ولا نظام الحزب الوحيد. والمغرب ومنذ أول دستور له منع مثل ما منع لبنان نظام الحزب الوحيد. حضرات السيدات والسادة، اسمحوا لي في بضع دقائق أن أعرض على أنظاركم أهم معالم تجربة بلدكم الثاني في أقصى المحيط وهو المملكة المغربية، من خلال تكريس الخيار الليبرالي كخيار للدولة والمجتمع معا، وذلك عبر دسترته منذ أول دستور لسنة 1962، والذي نص على دسترة الثوابت الليبرالية، كما وضع حداً للحزب الوحيد وللفكر الأوحد. وهذا ما لعب فيه حزبنا وأحزابنا دوراً كبيراً منذ ميلادها في المغرب المستقل، عبر إصدارنا لقانون الحريات العامة وحرية الصحافة وحق تأسيس الجمعيات وحرية التجمع سنة 1959. بلدنا عاش مساراً عسيراً في الستينات والسبعينات جراء الإيديولوجيات المستوردة، ولكن ظلت الأحزاب المغربية الحاملة لقيم الليبرالية صامدة مرسخة لإيمانها المعهود ببناء دولة المؤسسات والنضال تحت سقفها، وهو ما تحقق لبلدنا في التسعينات بالتحاق اليسار السياسي واليمين الديني بالتوجهات التي رسمها الليبراليون المغاربة. بلدنا أيضاً صنع استثناءه في الحراك الاجتماعي والسياسي بعشرية الإصلاحات الكبرى التي همت المجال الحقوقي والهويات والأوراش الاقتصادية الكبرى والمبادرات المرتبطة بالعدالة الاجتماعية ومحاربة الهشاشة والفقر من خلال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أصبحت نموذجاً يحتذى به. هذا سر الاستثناء المغربي، والذي يكمن أيضاً في التجاوب الفعال والتلقائي للنظام السياسي في المغرب مع مطالب الشباب التي لا تختلف عن مطالب باقي المجتمعات التي شهدت هذا الحراك، وهو ما جعل النخب المغربية ينجحون ثورتهم بالطريقة المغربية الخاصة، لأنها ثورة مع النظام وليس ضد النظام. وتوجناها جميعا كمغاربة بدستور كان محط إجماع وطني أضاف إلى الثوابت الوطنية الخيار الديمقراطي والحريات والحقوق، واستجاب لمطالب مختلف فئات المجتمع، وأسس لملكية دستورية برلمانية مبنية على توزيع السلط وتناغمها، بل وصل حد دسترة المجتمع
المدني كشريك في صناعة القرار التشريعي والتنموي، واستجاب لمطالب الحركة النسائية والحقوقية والثقافية، وبنى مغرب الجهاد في ظل وحدة الوطن والتراب. وخلاصة القول أيضا أن هذا الدستور المعتمد في فاتح يوليوز 2011، ثلاثة أشهر بعد الحراك، مأسس التنوع الهوياتي للمغرب بعمقه الأمازيغي وبعده الإسلامي والعربي والبعد العبري والإفريقي، دون أن ينسى المجال المتوسطي باعتباره مجالا جيوستراتيجيا وحيويا. إن التحالف، حضرات سيداتي والسادة، إن التحالف الليبرالي اليوم مبني على قيمتين إنسانيتين عابرتين لكل الحدود والحواجز، وهما الحرية والديمقراطية. وهذا ما يعكس نبل هذا التحالف الذي يظل مشروعاً ورهاناً. يجب أن تتكاتف جهودنا جميعاً على أرض الواقع، باعتبار كون السياق الإقليمي والدولي يتيح اليوم فرص كبيرة أمام الفكر الليبرالي للانتشار والتطور في ظل تزايد الوعي لدى المجتمعات بالحرية المقرونة بالمسؤولية وبتوسع الحقوق والثقافية طبعاً والبيئية والاقتصادية والاجتماعية، وتنامي الإيمان بدولة المؤسسات ودولة الحق والقانون، وتحقيق الإصلاحات على ضوء الأمن والاستقرار، وهي أبرز القيم الليبرالية التي نؤمن بها جميعاً. وأمام هذا السياق الخصب الذي يوفره المجتمع والمناخ العالمي المبني على اقتصاد السوق، تبقى المراهنة الأساسية لكل الليبراليين هي إبداع أشكال تنظيمية قادرة على ضمان الانتشار الأوسع للأطروحة الليبرالية في مجتمعاتنا المحكومة اليوم بصراع الأفكار وعودة الإيديولوجيات. حضرات سيداتي والسادة، إن النموذج اللبناني في وحدته وتعدديته نموذج في عالم تتوزعه الصراعات الدينية والطائفية والمذهبية، وهو ما يهدد وحدة الدولة وتماسك المجتمع. فليحافظ لبنان على نموذجه الرائد في التعدد والتعايش وفي الوحدة المتوافق عليها. حفظ الله لبنان، وعاشت الصداقة اللبنانية المغربية، وعاشت الأممية الليبرالية، وشكرا على الإصغاء.